لا عليك يا هيرنان، الأمر لا يدعو لهذا القلق. لنفرض مثلا أن لابوريز هزمتنا، الربح سيعود في النهاية لي. نعم نعم صحيح، لكن هذه اللعبة خطيرة جدا. إذا اكتشف مارتن الحقيقة وعرف أن أجيرو ليس إلا المالك الشكلي للابوريزا وأنك ملكها الحقيقي، ماذا سيكون موقفه؟ ماذا تفعلين هنا؟ كنت مع جابي. دعينا وحدنا. حاضر. سمعت؟ لا، حتى لو سمعت فلن تقول شيئا. حسنا، مارتن يضيع وقته هباء. اجتماعه مع كابوتشي لن يفيده على الإطلاق. لما؟ أنا أعرف السوق جيدا، وقد قدمت عرضا لا يمكن منافسته، وسترى. لا تتسرع كثيرا يا هيرنان. أهلا، ابني مارشيليو. أنا موران، مارتن موران مدير لابوريزا. أهلا. والأنسة بيلين فراغا ممثلة العمال. أهلا بك. أهلا بك. الأنسة فراغا جاءت معي لأنني سمعت أن السيد كابوتشي يعد العمال شركاء له، ونحن في لابوريزا نفعل هذا الشيء نفسه ونلاقي نجاحا جيدا. هذا جيد، أحسنتم. لقد وقعنا اتفاقية مع إدارة المصنع ونحن الآن شركاء بالإنتاج. نعم، لكن الوقت يمر وهذا ليس موضوعنا الأساسي. أقترح أن تدخل في الموضوع مباشرة وتقدم لنا عرضك. تفضل، هيا. حسنا يا سيدي، سأقدم عرضي. عوضا عن بيعكم منتجاتنا، أقترح على حضرتكم أن تستأجروا المصنع بدلا منا وتصبحوا المنتجين. أنت تقصد أن مصنعكم لن يكون موزعا نظاميا لنا؟ لا 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 أبدا، أنتم تصبحون شركاء لمصنعنا، ومن ثم ستنخفض الأسعار لعدم وجود طرف ثالث فتزداد مبيعاتكم. نعم، يجب أن أعترف لك يا سيد موران أن عرضك مذهل، ولكن هذا الأمر لا يعني أنه عرض جيد. ولماذا؟ لأنه يختلف عما أفكر فيه، وأعتقد أن تطبيقه سيكون صعبا جدا. على كل، أعتقد أنه عرض جدير بالتفكير يا أبي، وربما كانت هذه فرصة جيدة يجب أن لا نضيعها. حسنا، لقد انتهى وقتك يا سيد موران. نعم، سأترك لك الملف لتدرسه، ها هو. سيد كابوتشي، فكر فيه ونحن في الانتظار. حسنا، سوف أدرسه غدا. سيدي، لابوريزا تحلم أن تكبر وتشتهر، ونحن نراهن على الجودة والسرعة في الإنتاج مثل مخازنكم. هذا شعاري، الجودة والسرعة. آنستي، سيدي، أهلا. طاب يومك. هيا مارتن. نعم. لقد أعجبني اقتراحك كثيرا، هل يمكنني رؤية مصنعك؟ نعم يمكنك، لا مانع. جينات. أهلا يا عزيزتي. اشتقت إليك. هل أنهيت طعامك؟ نعم، ومستعدة لأبدأ العمل مساعدة لك. يمكنك أن تبدأي. أحضري لي كأس شاي الآن؟ نعم، سأنتظرك في مكتبي. جينيت. أهلا، أهلا بمساعدتي. ماذا تأمرين؟ أريد كأسا من الشاي في مكتبي حالا. رومي رومي رومي، تعالي. أبقي الأمر سرا بيننا. أعدك بهذا. علوة الشاي معي، أعطني إياها الآن. انتظري فأنا أصنع كأس الشاي لجينيت. أنا سأصنع لها الشاي. لقد صنعته وانتهى الأمر. توقفي هنا، هاته. لن أعطيك إياه. هاته هيا. قلت ماذا يحدث هنا؟ أوه. يا إلهي، ماذا فعلتما؟ هذا فنجان السيدة كارمن. لماذا أخرجت هذا الفنجان؟ ماذا كنت تفعلين به؟ تكلمي.
هذا أمر مؤسف حقا. هذا الأمر لا يسكت عنه، يجب أن تعاقب، وسأخبر السيدة المديرة. ما رأيك؟ يصعب توقع شيء. صحيح. حسنا، لنذهب إلى المستشفى. أنا خائفة جدا من نتائج التحاليل المخبرية. لا لا تقلقي. المجرفة في الغرفة الأخرى، لن أذهب لإحضارها، فأنا متعب، كما أنني أشعر أيضا بالاكتئاب. متى ستتصل بي؟ سامانتا، لا أستطيع أن أنساك، لكن للأسف ليس لدي أمل بعودتك. لا بد أنهم أصدقائي المريحون، لكنني لا أرغب في رؤيتهم. إنني حزين حزين، ولا أحد منهم سيستوعب هذا الأمر، على العكس سيسخرون مني. لقد تركوا لي رسالة، إنهم لا يفعلون هذا عادة. عزيزي بيغمي، جئت لزيارتك ولم أجدك، سأعود مرة ثانية أو سأتصل بك. سامانتا 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 سامانتا، لم لم تفتح الباب؟ لأنني كنت أعمل بالأسهم المالية. ادخلي ادخلي هيا. سأعطلك. لا لا عليك، لقد انتهيت، عملت كثيرا، حتى أنني أصبت بالتعب ولم أعد قادرا على تجميع الأفكار. أنا آسف، آسف على هذه الفوضى. الخادمة المسكينة ذهبت فجأة وتركت الأمور كما ترين، ابنتها في المشفى. جئت لزيارتك كي أشكرك على الهدية، لقد أعجبتني كثيرا، شكرا. سامانتا، لا داعي للشكر. على كل، أنا سعيد جدا بزيارتك. إنها قصائد رائعة، تأثرت بها كثيرا، نيرودا هو الشاعر المفضل لدي. أنا أيضا تأثرت بالأشعار؟ لا، بل بزيارتك. ما النتيجة؟ سيئة كما توقع الطبيب. هل سيجرون الجراحة؟ العمل الجراحي خطير جدا. وهل هناك حل آخر؟ هل يمكن أن تشفى بالدواء؟ لا، غير ممكن. يا ربي، إنها مسكينة. هذه النتائج يجب أن تعرفها ليتيا، ولكن كيف؟ حسنا، تحدثي إلى الطبيب، دعيه يخبرها بنفسه، فهذا سيكون أفضل. لا، لن تحتمل هذا، إنها لا تحب الغرباء. لا لا يمكن. بيلين، اسمعيني، هل أخبرها أنا؟ لا شكرا يا مارتن، يجب أن أفعل هذا بنفسي. لكنك في حالة سيئة، لا ترغمي نفسك على شيء لا تقدرين عليه. إنها صديقتي، أتفهم؟ نعم أفهمك، لكن على الأقل دعيني أصحبك، لن أتكلم أبدا. لا، هذا شيء بيني وبين ليتسيا، كنا معا في السراء ويجب أن نكون معا الآن في الضراء. لكن هذا الأمر ليس سهلا عليك. ليتني أستطيع تشجيعها، تهدئتها، أو حتى إعطائها بعض الأمل. لا، لكنني لن أقدر، لأنني أنا نفسي خائفة جدا. بيلين، هيا يا شباب هيا، سوف تنالون أجرا جيدا على هذا العمل، لا أريد أي تأخير، سأرى من يتصل. هيا اعملوا بجد ونشاط، هيا بسرعة. ألو بيغمي، اسمع. نعم نعم، اليوم موعد زيارة جابي وميلي لنا، أريد منك أن تمر عليهما وتحضرهما معك إلى المنزل. نعم، استخدم سيارة أجرة. ماذا؟ لا لا داعي. نعم
لا تتأخر، إلى اللقاء. ألكسندرا، أريد أن أسألك، أين دولوريس؟ لا 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 شيء أبدا، لا 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 داعي لذلك، إلى اللقاء. أين يمكن أن تكون؟ ميشيل تريد أن تبعدني عن جينيت وتأخذ مكاني. لا، لن أسمح لها. لم يهتم أحد بي كما فعلت جينيت، لذا لا رومينا ولا أي شخص آخر سيبعدني عنها. شعرك جميل، سأصنع لك بعض الزينة وتصبحين مستعدة. ما الأمر؟ لما تأخر مارتن؟ سوف يأتي بكل تأكيد، فهو يحبك وأنت تحبين وتحبين الذهاب إلى منزله. هناك أمر سيء سيصدمه. أتعلمين من مالك المصنع الذي يديره مارتن؟ إنه راميرو. إذا عرف مارتن هذه الحقيقة فسيفقد صوابه. يجب ألا أخبره. نعم، إن هذا أفضل له ولي ولك. وصدقيني، إذا أخبرته فسوف يشاجر والدك، أليس كذلك؟ بسرعة. ضعيها هنا. أنت مستعدة؟ نعم، السفر صباح غد. فالنتينا، أريد منك خدمة. في أثناء غيابي أريدك أن تحاولي مراقبة راميرو وجينيت. إذا سمعت أي شيء غريب يثير الريبة فاتصلي بي. كارمن، أنت تطلبين مني أن أحشر أنفي في أمور الآخرين وأنا لا أفعل هذا. أنت لا تفعلين؟ أمر غريب، أليست هذه عادتك؟ كارمن رجاء. حسنا حسنا، كما تريدين، ولكن تذكري أنه إذا حمينا راميرو فسنحمي أنفسنا. تلك المرأة خطيرة جدا علينا جميعا. مرحبا. هذا أنت؟ لقد أرسلني مارتن حتى أصطحب جابي. أحضرت السيارة؟ سيارة الأجرة تنتظرني في الخارج، ثقي بي، لا تقلقي. جيد، وما أخبار الفتيات؟ إنهن رائعات. ولكن باستثناء تلك الفتاتين المشاكستين. لم أسمع بهذه المشكلة من قبل. أنا آسفة لأجلهما. من هما؟ رومينا وميشيل، إنهما عدوانيتان تتشاجران دائما وتحدثان المشكلات. لكن لما لم تخبرني كارمن بهذا؟ أعتقد أنهما حذرتان أمامها، أما معي فتظهران على حقيقتهما. هذا أمر محير. محير حقا. هذا اليوم مثلا تشاجرتا بعنف شديد. يمكن أن تكونا خطيرتين إذن. هما للأسف خطيرتان جدا، وهذا يجعلني قلقة على الفتيات الأخريات. إذن يمكن أن تكون حالتهما قديمة. لما لم تخبرني إيميليا؟ حتى لا تظن أنها عاجزة عن إدارة الميتم، لكن أنا لا أستطيع إخفاء هذا الأمر. يجب علينا أن نجد حلا سريعا. ماذا تقترحين بالضبط؟ يعني يجب أن تركضا كثيرا وتتنفسان هواء نقيا حتى تفرغا طاقتهما السلبية. ولكن هذا الميتم ضيق. نعم، يجب علينا إبعادهما عن الفتيات الأخريات. لننقلهما إلى ميتم آخر. هذا أفضل، ولا سيما إذا كان لا يعارض رغبتهما. أتعلم ما سأطلب من جينيت؟ ها؟ سأطلب مساعدتها في البحث عن والدي. لكن هذا ليس سهلا. لماذا تقول هذا؟ لا أقصد أن جينيت لن تفعل، لكني أعتقد أن إيجادهما سيكون صعبا. نعم، لو أن ريفي راف يأتي ويساعدني، إنه قوي، حتى إنه يستطيع أن يساعد جابي على الشفاء. لا تخلطي بين الحقيقة والخيال يا ميلي، كوني واقعية. واقعية؟ يعني أنسى والدي؟ لا أبدا، ولكن عليك أن تنسي هذه الأوهام وتبحثي عن مساعدة حقيقية. ولهذا سأطلب المساعدة من جينيت. لما لا تطلبينها من مارتن؟ مارتن؟
لا، لا وقت لدي، إنه مشغول بجني المال. لا لا يا ميلي، إنه لطيف، لا تتحدثي عنه بطريقة سيئة. إذن فلا تستفزني. جابي جابي جابي، صديقتك عنيدة جدا. لقد قررت، غدا سأطرح الموضوع على جينيت، إنها رائعة وتفعل أشياء مفيدة للميتم. ما بك؟ لا شيء. هل أنت غاضبة علي لأنني أهتم قليلا ببيلين؟ لا تكن مضحكا، لماذا أغضب عليك لشيء كهذا؟ على كل، أريد أن أوضح لك أمرا، فليس بيني وبين بيلين أي شيء. لا يهمني. نعم، لكن بيلين كانت متوترة وأخذت تبكي فحاولت أن أهدئها. أرجوك يا مارتن لا تشرح لي شيئا، لا علاقة لي بك، واضح؟ حسنا كما تريدين. غدا سيأتي ابن السيد كابوتشي لزيارة المصنع، احرصي على أن يكون المصنع مستعدا لهذه الزيارة. حسنا، غيره؟ لا لا شيء، أنا ذاهب الآن، وداعا. أليست جميلة يا بيكمي؟ جميلة. هل ترى؟ أمسكت يدي. ما رأيك؟ جيد، جيد جدا. لا عليك، الرجال هكذا يحبون التظاهر بعدم المبالاة جميعا. مرحبا. أهلا مارتن. ميلي، جابي، تبدين جميلة، هل استمتعتم؟ بالتأكيد. جيد، ليتني كنت معكم، لكن نعم العمل. صحيح العمل. والآن سأعيد كل واحدة منكم إلى منزلها. لا لا داعي، سيارة الأجرة مريحة. هيا هيا يا جابي، لنجمع حاجاتنا ونرحل بسرعة. ميلي، ماذا هناك؟ رسمت دبوسي؟ هذا مستحيل، أين رأته؟ انظر لقد رسمتها جابي، إنه يشبه دبوسك مثله تماما. وهل رأته من قبل؟ لا لم تره أبدا. إذن كيف استطعت أن ترسمه؟ ترى هل لدى تلك الفتاة قدرة على قراءة أفكار الآخرين؟ ربما، لا أدري. يجب أن تخبري مارتن. نعم، هذا ما سأفعله غدا. مارتن، أنا أعرفك وأعرف أنك رجل لطيف جدا، ولكن الآخرين يظنون أنك بارد العواطف ولا تفكر إلا في المال والعمل. صحيح، أنا أفكر في المال والعمل، وهذا لأنني أحب عملي كثيرا. مارتن، العمل ليس كل شيء، الآخرون ينتظرون منك أشياء أكثر إنسانية. أعرف، لكن من ينتظر شيئا ما وهو في حاجة إليه يصبح مثل الأعمى لا يرى غير حاجته وحدها. حسنا، تخيل صحراء ورجل لم يشرب منذ يومين وفجأة يجد جرة فيجدها فارغة، تخيل ماذا يفعل بها؟ بيجمي، أعد الجرة إلى مكانها، اجلس هنا ودعني أتحدث إليك بهدوء. لقد فهمت ما تحاول أن تشرحه لي، ولكن ليس هذا ما يزعجني حقيقة، بل شيء آخر. ما هو؟ دولي رأتني مع فتاة.
أها، حقا هذا موضوع مثير يا مارتن ويستحق الاهتمام الشديد. هيا هيا قل لي بسرعة من هي تلك الفتاة. أختك. إذن من المؤكد أنها غدا. ماذا؟ أختي؟ لا أصدق. لا 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 بيغمي، اسمع، كنت أربت على كتف بيلين، كانت حزينة وقد بدأت بالبكاء. ولماذا تبكي؟ هل حدثت معها مشكلة ما؟ لا إنها بخير، لكن صديقتها ليتسيا هي المريضة. يوم أغمي عليها؟ لا بل اليوم، لقد ظهرت نتيجة التحاليل الطبية. وما هي نتيجة هذه التحاليل؟ تمدد في الأوعية الدماغية. هل الطبيب على يقين بهذا؟ نعم إنه على يقين، حالة بيلين سيئة، فهي من سيخبرها. بيلين، ألم يتصلوا من المشفى؟ لا، النتائج لم تظهر بعد. غريب، لست مطمئنة. حسنا، سأتصل بهم غدا. ليتي، اجعل السول تنظف أسنانها فهي تنسى هذا دائما. أخبرتها؟ حاولت أن أفعل هذا لكنني لم أجرؤ. لندعي الطبيب يخبرها، إنه أقدر منا. لا لا يمكن، لا أريدها أن تعرف هذا من شخص غريب في المشفى. لكن يا بيلين، هذا عبء ثقيل عليك. الطبيب لن يشعر بها. لا، هذه مهمتي. إذن أسرعي وإلا عرفت بنفسها. عندها ذهبت ليلى إلى الغابة لتأخذ الطعام لجدتها، وفي طريقها. ما الأمر؟ هل هذا غزو على سريري؟ نعم غزو، لكن لماذا؟ من أجل الحكاية. يا فتيات، لنؤجل هذا حتى الغد وسأحكي لكنا جزئين. لا، طلب التأجيل مرفوض، احكي لنا جزءا واترك الباقي للغد. حسنا، سأحكي. مارو. حسنا، البارحة توقفنا عندما كانت المرأة الشريرة على وشك أن تنطق بالعقاب، والجميع ينتظرون. ستجعلهن يأكلن حساء السيدة كارمن. لا، بل أسوأ من هذا بكثير. يا فتيات، لابد أنكن تعرفن لعبة الدوران. هذا هو عقابكن، لكن هذه المرة سيمسك بعضكن بأيدي بعض وتأخذن بالدوران والدوران دون توقف. أنا لا أحب هذه اللعبة. أفضل، هذا يجعل العقوبة أكثر قسوة. لا نستطيع التوقف. أخبرنا أيتها الفتيات، اسمعي أيتها المرأة الشريرة، أنا المسؤول عن كل ما حدث، فدعي الفتيات وعاقبيني وحدي. صحيح، لقد أزعجتني أكثر مما أحتمل، ولهذا قد هيأت لك عقابا أسوأ من عقابهن ولا يمكن أن تتخيله أبدا. خذوه. لا، رفراف. لا رفراف، دعي رفراف أيتها الشريرة، اتركوه. سأعود ثانية أيتها الفتيات. لن تتمكن من إنقاذ نفسك يا رفراف. يا لك من امرأة شريرة. يسرني سماع هذا، لكنني لست شريرة فحسب، بل إنني أقوى شريرة في هذا العالم كله. Thank you.
بخير؟ سول، تعالي. نعم، أمك بخير. هذا جيد، لكن ما بك؟ لا شيء. لا، اسمعي، ستتحسن أمك وتعود قريبا. بيلي؟ لا أعرف ما الذي يحدث لي، لم أستطع أن أخفو، فجئت إلى هنا كي لا أزعج أحدكن. هل تشربين الشاي؟ لا لا، هذا يسبب لي الأرق. وأنا لم أستطع النوم، هذا الوضع صعب جدا. أجل، ولكن هنالك حل سهل، حل لا بد منه. كوني صريحة معي. لا أفهمك. لا جدوى من تعذيب نفسك بهذه الطريقة. لقد تحدثت إلى الطبيب، لا تنكري ذلك، لكن معك حق، لقد تحدثت إليه. حقا؟ وأنت لم تخبريني، فالأمر إذن سيء. نحن وحدنا الآن، هيا أخبريني. حسناً، سأخبرك. وجدوا لديك تمدد في الأوعية، لكن سيجرون جراحة وينتهي الأمر، وبعدها تعودين إلى ممارسة حياتك الطبيعية. عملية جراحية في الرأس ليست سهلة بل خطيرة. أبدا، الأطباء معتادون على هذا، يجرون العمليات كل يوم. خففي عنك، تحلي بالشجاعة وستجري الأمور كما تحبين. أنا خائفة. لا 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 تخافي، أرجوك لا تكوني شبانة هكذا. أخشى أن أموت يا بيلين. ليتسيا، لا توددي هذا الكلام الفارغ، تشجعي، ستكون نهايتي. عليك ألا تستسلمي لليأس أبدا، صدقيني ليتسيا، أرجو ألا تستسلمي بهذه السهولة، الأمر يعتمد عليك وحدك. ليس لدي أي أمل. لا، بل لديك، الحياة جميلة وتنتظرك، المستقبل سيحمل لك السعادة، صدقيني. على الأقل حاولي من أجل سول. حسن، لا نقبل عطف الاعتذار على الأزقة المحظورة، إنا قد واجهنا الإنذار، فهي الأكثر خطورة. لا نعرف معنى الهزيمة في جدال أو شجار، وصداقتنا قديمة، صبيان الحي الأشرار. هكذا نحن بافتخار، لكننا لا ننسى الوفاء. إذا أحببنا كلا بس، وإلا فاغرب عنا، لأن الحب في قانوننا دوما له اعتبار. صبيان الحي الأشرار.
المشوار. علي أن أصنف هذه الأوراق، وهذا عمل مرهق وأنا لا أحبه. دعيها لي. هذا رائع، ولكنك لم تنهي واجباتك. سأكتبها فيما بعد، فأنا مساعدتك. رائع. رومينا، ماذا تفعلين؟ ماذا؟ طلبت إلي جينات أن أرتب لها أوراقها، لذا اتركيني. أوراق؟ نعم، الأوراق التي على مكتبها. آسفة، أنا التي سأرتبها. لكن جينات طلبت إلي. أنت كاذبة يا ميشيل، لأن جينات طلبت هذا إلي أنا، ولا يمكن أن تطلبه إليك أيضا. بل طلبته إلي. أنا سأرتبها. بل أنا. هيا اذهبي من هنا. لن أسمح لك بأخذ موقعي. أنا لن أسمح لك. اذهبي. هيا اذهبي. هذا مستحيل. حسنا، سأخبر جينات. ماذا تريد؟ أريدك أن تبتسمي. لا أعدك بهذا. ماذا تريد أيضا؟ الآن سيأتي ابن كابوتشي، أريدك أن تأتي معنا وتطلعيه على المصنع. آسفة، هذا ليس عملي. أطلب ذلك إلى بيلين. عفوا، ممكن؟ أهلا، هذه الأنسة دولوريس. تشرفت بمعرفتك. أهلا. بعد الاتفاق الذي عقدناه مع العمال والذي حدثتكم عنه عندما زرتكم، وقد نال هذا الأمر إعجاب والدك مارشيليو. نعم. أتذكر؟ نعم. سأريك بعض البيانات. عفوا، ليس لدي وقت. إذا سمحتما لي فأنا أريد أن أرى المصنع بسرعة. تفضل، سأرافقك. لا داعي لهذا، لا أريدك أن تضيع وقتك. دلنا على الطريق وسأطلب من الأنسة بيلين مرافقتي. ممكن؟ أخيرا كشفنا. كان يجر العربة ويشتري الجوارب والمنظفات. نعم، رأيناه، ولكن أخبرني ما الذي يعنيه كل هذا. ها؟ يعني أنه يكذب علينا ويعمل مدبرة منزل. ما رأيك يا ولد؟ لعل فاشل حق، فأحيانا نقوم بالتسوق مع أننا لسنا مدبري منزل. ولد، كما تريد. يجب أن نسلم بالأمر يا تانو. ليس هناك دليل قاطع بعد على أن بيغمي يعمل مدبر منزل عند مارتن. طيب، لدي فكرة. هات، سأنصب له فخا وأريكم. فخا؟ كيف؟ كيف لا أدري حتى الآن، ولكن هل علي أن أفكر في كل شيء وحدي؟ فكرا معي. فكرا أنتما الاثنان، أما أنا فعلي أن أذهب الآن. أين؟ لدي موعد مهم. وداعا. ها، لدي موعد مهم. ماذا جرى لهذا الولد الدب؟ لقد أذيتما نفسيكما. حتى الوحوش لا يمكن أن تفعل مثل هذا. ما هذه القسوة؟ هي بدأت. لا، لست أنا، بل هي. هذا يكفي، لا تتكلم أبدا. أرنستينا، يجب أن نهدأ جميعا. هل رأيت؟ لم أتخيل أنهما بهذه الشراسة. رومينا، اذهبي مع أرنستينا، سأتحدث إلى ميشيل أولا ثم أتحدث إليك. هيا تحركي بسرعة. رومينا قالت إنك طلبت إليها تصنيف الأوراق، صحيح؟ لا، هذا مستحيل، كيف يمكن أن أعطي الأمر نفسه مرتين؟ ما رأيك؟ جيدا عموما، ولكن هنالك بعض الأشياء التي لم أفهمها جيدا. يمكنك أن تسأل مارتن عن التفاصيل. لا، مارتن لن يفيدني، لأن الأشياء التي لم أفهمها تتعلق بالاتفاقية بين العمال وإدارة المصنع. في هذه الحالة قد أستطيع مساعدتك. نعم، شكرا لك، فهذا ما أريده. اسألني. في الحقيقة هناك استفسارات كثيرة لن يتسع لها الوقت الآن، كما إنني في عجلة من أمري، ولكن... لكن مارتن يريد إنجاز الأمر حتى لا تضيع الفرصة منا. نعم، هذا صحيح. والدي قد يوقع العقد في أي لحظة. حسناً، اسمعي،
ما رأيك في أن تأتي غدا إلى مكتبي؟ أنا؟ نعم، لكن الأمر مهم جدا. أنا شخصيا أفضل أن تصبحوا أنتم الموزعين وليس سيد راميرو موران، واضح؟ لكني لا أستطيع إقناع والدي إذا لم أتحرى كل الأمور. واضح، لا تضيعوا هذه الفرصة. معك حق. حسنا، سآتي إلى مكتبك غدا الساعة 6. جيد، 6. سأشرح لك، رومينا تشعر بالغيرة من علاقتي معك وتحاول أن تتدخل فيما بيننا. أنا آسفة جدا بشأن ما حدث، ولكن لا تحزني أرجوك. والآن هيا ابتسمي، لدي خبر جميل لك سينسيك الحزن. وهل هي المفاجأة التي وعدتني بها؟ نعم، الآن سأطلعك عليها لأنني رتبت جميع التفاصيل. هيا. حسنا، بعد شهر سأصبح مديرة ميتم الريفي، لذا أريدك أن تنتقلي إلى هناك. الحياة في الريف أجمل والأماكن أوسع، لذا سوف أرحل، ولكن قبل هذا سأنقلك إلى هناك. ما رأيك في هذا؟ ستكونين قريبة مني ولن يزعجنا أحد أبدا. هل سأغادر؟ نعم، إنها تضحية بسيطة من أجل سعادة كبيرة. بالتأكيد يمكنك أن تفعلي هذا، إلا في حال واحدة، إذا كنت لا تحبينني. بل أحبك. والآن اذهبي، ما هي إلا أيام قليلة حتى نحقق ما نحلم به. جينيت، أنت رائعة وأحب أن أكون قريبة دائما منك. حبيبتي. أولئك الأولاد الفضوليون، إنهم يتبعونني من مكان إلى آخر، لا زالوا يشكون أنني أعمل خادما. الحمقى، يتحرقون ليكتشفوا عملي ويسخروا مني. لكن لا، لا أبدا، الأمر ليس سهلا كما يظنون. لن ينجحوا. ثم ماذا رأوا؟ لا شيء، جميع الأشخاص يقومون بالتسوق، حتى المدراء والممثلات الشهيرات ورجال السياسة، ولكن بالتأكيد مع حراسهم. لا لا لا، ليس هناك أي دليل ضدي، ولن يتمكنوا من إزعاجي. لماذا يركضون خلفي ويتصيدون أخباري؟ دعوني وشأني. نعم. ألو. عزيزتي، أنا أفهمك جيدا، لأن هذا الأمر صعب علي أيضا، لكن هذه الطريقة الوحيدة لتكوني قريبة مني بعيدا عن إزعاج الآخرين. هيا تشجعي يا عزيزتي، سألحق بك مباشرة. أو أثقة؟ نعم، بضعة أيام أو بضعة أسابيع على غير، وأكون إلى جوارك في سهول الريف الجميل جدا. سنذهب معا للسباحة، كما سنقوم بصيد الأسماك ونطارد الفراشات. جينيت، أخشى أن تتأخري عن اللحاق بي. ما هذا الذي تقولينه؟ هل كذبت عليك من قبل؟ إذن أول ما ستفعلينه أن تتذمري وتعلني كرهك للميتم وللفتيات، وأنك لا تطيقين العيش في هذا المكان. أخبر الفتيات وسافيريو وأرنستينا وحتى كلاريتا، هذا سيسهل الخطوة التالية، واضح؟ نعم. إنك ذكية ومدهشة وجميلة. عفوا، مرحبا. أهلا، أتذكرينني؟ يبدو وجهك مألوفا وليس غريبا. رأيتني عندما أعطيتك شيئا لسيدتك سمانتا. لقد تذكرت. يا فتيات يا فتيات يا فتيات، ماذا هناك؟ لماذا تصرخين؟ لن تصدقن ما تقوله ميشيل. ماذا تقول؟ شيء فظيع. هيا أخبرينا يا مارو. تريد ترك الميتم؟ لا يمكن، ميشيل تعيش في هذا المكان منذ أن كانت صغيرة، فأين ستذهب؟ إلى ميتم ريفي، تقول إنها هناك ستشعر بالحرية، المكان الواسع،
ستركض فيه دون حواجز. نحن صديقاتها، لن تتركنا. بل نحن مثل الأخوات. هذا ما قلته لها، فأجابت لم تعد تحتمل البقاء هنا. لنتحدث إليها. نعم، هيا بنا. هيا هيا. غريب، أنا لا أصدق أن رومينا تريد الرحيل. هل قالت لك هذا؟ أجل، قالت إنها سترحل إلى الريف لتكون قريبة من الأنهار والجبال، لكنها لا تعرف أحدا هناك. صحيح، لقد بذلت جهدي حتى تغير رأيها، ولكنها لم تكترث بي.